مرحبا بكم. عاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من زيارته إلى واشنطن بالنظر اليسير، لكن زيارته تلك أماطت اللثام عن جوانب توضح استراتيجية باريس المستقبلية تجاه الصين والتنافس في المحيطين الهندي والهادئ. يسعى فيها ماكرون للترويج لنفسه كالرئيس الأهم في أوروبا بعد أنجيلا ميركل وملء فراغ عجز خليفتها أولاف شولتز عن ملئه. باريس ومن خلف عقول أوروبا على مضض تسير في فلك واشنطن لمواجهة ما تسميه نفوذ الصين في المحيطين الهندي والهادئ. ما سر رغبة فرنسا بمواجهة الصين عسكريا في المحيطين الهادئ والهندي؟ وهل ستنجح باريس في جر الاتحاد الأوروبي إلى مسعاها؟ وأي تهديد تمثله طموحات الصين للمصالح الفرنسية في منطقة المحيطين؟ فرنسا تصطف إلى جانب الولايات المتحدة في مواجهة الصين، حماية مصالح أم تودد لواشنطن؟ نتابع التقرير لفاطمة محديد. بعد أزيد من عام على أزمة الغواصات الأسترالية التي وترت العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة، يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من واشنطن أن باريس تقاسم الولايات المتحدة قلقها من التحركات الصينية في منطقة المحيط الهادئ، وأنها تقف إلى جانبها في مواجهة نفوذ بكين. لا يكتفي ماكرون بذاك الدور فقط، بل يقدم نفسه عرابا في حشد التأييد الأوروبي لمواجهة الصين بعد رحيل ميركل وعجز شولتز عن استخلافها في هذا الدور. يقول مراقبون إن واشنطن تريد باريس يداً لاستقطاب الدول الأوروبية لركوب سفينتها، خصوصاً ما تعلق بمواجهة الصين. والسؤال هنا، هل ينجح ماكرون في تحقيق رغبة بايدن؟ تتطلع الإدارة الأمريكية لبناء تحالف قوي مع أوروبا لمعارضة جهود الصين في حال هجوم صيني محتمل على تايوان تتوقع حدوثه في وقت باكر عام 2027. تحالف لن يفضي إلى رد عسكري حسب توقعات واشنطن، لكنها على الأقل تأمل في أن تساعد أوروبا في ردع الصين عن استخدام القوة وفرض عقوبات في حال الهجوم. التحالف الذي تنشده واشنطن تتبوأ فيه باريس مكانة الشريك الرئيس، لكنها تتجنب الاصطفاف التلقائي معها، بل تسعى إلى تقديم طريق ثالث لبلدان منطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل تعزيز دفاعها عن سيادتها، بدلاً من تشجيع البلدان على الانضمام إلى المعسكرات المتنافسة. لمناقشة الموضوع نسعد بأن يكون معنا من ألمانيا المتخصص في الشؤون الأوروبية دكتور محمود الصفدي عبر سكايب. مرحباً، أهلاً وسهلاً بك. ومن القاهرة نرحب بالباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي الدكتور أبو بكر الديب. مرحباً بكما ضيفي. دعني أبدأ معك دكتور محمود، لماذا تريد فرنسا توريط نفسها بمشاكل منطقة المحيطين الهندي والهادئ في آسيا؟ السلام عليكم. أنا أعتقد بأن سياسة ماكرون هي سياسة تختلف عن رؤساء فرنسا السابقين مثل ميتيران أو شيراك، بأنه في تركيز على السياسة الخارجية على حساب السياسة الداخلية أو الاهتمام بالأمور والقضايا الداخلية الفرنسية، وهذا كان ملحوظ من ولاياته الأولى والثانية فيما بعد.
ماكرون بيحاول انه انا باعتقادي ان يعوض خسارته في افريقيا، وخاصه ما بعد النفوذ الصيني في افريقيا والذي حل محل تواجد الفرنسي، وخصوصا ان الكثير من الدول الافريقيه اليوم لها اتفاقيات اقتصاديه وتعاون مع الصين، والصين تملأ الفراغ بدل فرنسا هناك. فرنسا شعرت في هذا الشيء، واليوم تحاول أن تعوض هذه الخسارات في آسيا وتحديدا في المحيطين الهندي والهادئ. نعم. ولذا هي قبلت، أو خلينا نقول بأنها على مضض قبلت الصفعة التي تلقتها في شأن الغواصات، صفقة الغواصات مع أستراليا، واليوم هي تريد التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة من أجل مواجهة الوجود الصيني في المحيط الهادي. طيب دعني أنقل الفكرة للدكتور أبو بكر أديب. ماكرون يحاول أن يعوض خسارته في إفريقيا بالتوجه نحو آسيا، وأيضا هو يهتم بالخارج على حساب الداخل. دكتور، هل ثمة خلافات بين بكين وفرنسا استدعت هذا الموقف؟ يعني ليس على المستوى الثنائي بين فرنسا وبكين تتصاعد الخلافات، وإنما هي رغبة كما قال ضيفك للرئيس الفرنسي في أن يحدث تأثيرا قويا منذ ولايته الأولى. فهو يعني رأينا في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يعني رفع يده من القارة الأوروبية، رأينا ماكرون يدعو إلى تأسيس قوة أوروبية على غرار حلف الناتو. يعني القارة الأوروبية بها فراغ بعد رحيل ميركل، وكذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانعكافها على أنفسها على نفسها، فتريد فرنسا ملء ذلك الحيز ويعني قيادة القارة الأوروبية العجوز. يعني أيضا الرئيس الفرنسي يعني في الداخل يواجه تضخما لم يحدث منذ عدة عقود، مشاكل اقتصادية كبيرة، ويريد الهروب للأمام، أمامه أيضا فشل في إفريقيا. كل ذلك دفعه إلى يعني البحث عن مسرح جديد يعني يجد فيه نفسه ويجد منتخبوه ومؤيدوه يعني أنفسهم في من خلاله. هو يعني اتجه إلى الركب الأمريكي، لأن طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وضعت القارة الأوروبية في الزاوية، هي لا تستطيع أن تعمل بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية خوفا من روسيا. يعني روسيا يعني أوروبا، الولايات المتحدة خلقت في نفوس الأوروبيين فزعا كبيرا جدا من الروس، وأنهم على أبواب أوروبا وأنهم يمكن أن يغزوا أوروبا في أي وقت. لذا يتشبث الأوروبيون وتريد فرنسا قيادتهم إلى العباءة الأمريكية. دكتور محمود، زيارة ماكرون إلى واشنطن هذا الأسبوع أبانت عن رغبة فرنسية في لعب أدوار متقدمة في هذا الصدد. ما حقيقة وحجم المصالح الفرنسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؟ طبعا احنا يجب أن نعترف بأنه في منطقة المحيط الهادي والهندي هناك تقريبا يسكن 60% من سكان العالم، فهي منطقة تجارية ضخمة واقتصادية، وكل أنظار ودول العالم تحديدا دول كبرى تنظر إلى هذه المنطقة، وفرنسا على رأس هذه الدول. زي ما كما تحدثت سابقا بأنها هي تحاول أن تعوض خسارتها في أفريقيا، ولكن هناك لاعبين قويين في هذه المنطقة مثل الصين، روسيا والهند، وهم أسبق من الفرنسيين هناك. هناك هم متواجدون ولهم نفوذ كبير، ولهم الأقاليم الفرنسية الوحيدة اللي موجودة في هذه المنطقة هي 7 أقاليم فقط، يعني اللي تابعة لفرنسا، وهي هذا أقاليم ليست كبيرة، ولكن هناك إرث طويل لهذه الدول مثل الهند والصين وروسيا في هذه المناطق. لذا أنا أعتقد بأن فرنسا لن تنجح في تطوير سياستها في آسيا وفي المحيطين، وستفشل لأن المنافسة قوية جدا، عدا على أن الحرب الأوكرانية
هي تلقي بظلالها على الاقتصاد الفرنسي كما ذكر زميلي، وهذا يلقي الأعباء والثقل على 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 فرنسا بأنها لا تستطيع أن تدير هذه المعارك خارج فرنسا. وبنفس الوقت في أوروبا هناك العبء الاقتصادي والحرب الأوكرانية التي ليس لها على المدى المنظور أفق للحل أو قريب الحل. نعم دكتور أبو بكر، هل يمكن أن نطرح احتمال أن ما تفعله فرنسا مجاملة لأمريكا ليس إلا؟ يعني هذا العنوان يعني صادق إلى حد بعيد. نعم. لأنها يعني فرنسا لا تريد يعني زعزعة الاستقرار مع الصين أو يعني إغضاب الصين كثيرا، بقدر ما تريد يعني حوزة إعجاب الولايات المتحدة الأمريكية والسير في ركابها، من أجل أيضا أن يعني تتسيد الاتحاد الأوروبي والقارة الأوروبية في تلك المرحلة. أعتقد أن الرئيس الفرنسي ليس لديه ما يقدمه من جديد سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو لحل أو لمضايقة الصين في المحيطين الهندي والهادي. الصين تعمل بثبات كبير، هي يعني تعمل على كل المستويات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية مع عديد من دول العالم. رأينا كيف توسعت الصين مع القارة الإفريقية بشكل كبير جدا، والاستثمارات الصينية غزت القارة الإفريقية على قاعدة الكل رابح دون شروط مثل ما يفعل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو الغرب بشكل عام. كذلك يعني لدينا زيارة قريبة للرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية، وعقد قمة خليجية صينية وقمة عربية صينية لزيادة يعني التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري حتى مع الدول العربية. إذن الصين يعني لديها سياسة انفتاحية مفيدة لدول العالم، ولذا فهذه العلاقات تزداد يوما بعد يوم، بعكس الدولة الفرنسية التي تتحجم علاقاتها يوما بعد يوم، وخروجها من يعني الاتحاد الافريقي او الدول الافريقيه بشكل غير مشرف. فهي تبحث عن دور جديد تحت عباءه الولايات المتحده الامريكيه لي يعني ايجاد نفسها في على قمه على قائمه المفاوضات الدوليه. نعم دكتور محمود، الصين تعمل بهدوء وبثبات على كل المستويات العسكرية الدبلوماسية والاقتصادية، هل لباريس القدرة على مواجهة كل هذا الكم الاقتصادي والعسكري الصيني، أم نحن نتحدث عن فرنسا ومن خلفها الاتحاد الأوروبي وواشنطن؟ بالطبع لا، هناك 16 دولة إفريقية اليوم لها اتفاقيات تعاون تجارية واقتصادية مع الصين، وهناك أكثر من 31 دولة إفريقية ألغت الصين ديونها، وهناك 46 دولة إفريقية وقعت اتفاقيات تعاون في إطار ما يسمى مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين. بالتالي لدى الصين الإمكانية الهائلة والضخمة بأن تبني وتؤسس لعلاقات واسعة جدا مع الدول الإفريقية ومع دول غير الإفريقية. الدول الإفريقية اليوم هي دول لا تعيش على النوستالجيا، على الماضي، على العلاقات التي كانت تربطها فرنسا. اليوم هي مصالحها التي تحركها، وبالتالي رأينا ماذا حصل في مالي. بمجرد أن أوقفت فرنسا مساعدتها وسحبت جيشها من مالي، كانت الصين متواجدة ودخلت بقوة إلى مالي ومتواجدة. هناك نقطة مهمة يجب أن نفهمها بالنسبة للصين. الصين هي ليست دولة استعمارية. في تاريخ الصين الطويل والعريض هي لم تكن ولا مرة دولة استعمارية، هي تبني علاقاتها. نعم يبدو أن الدكتور محمود ليس معنا بعد الفكرة. تفضل دكتور. ما أردت أن أقوله بأن الصين هناك ميول للتعاون معها وبناء علاقات اقتصادية وتجارية على خلاف الدول الرأسمالية مثل أمريكا وفرنسا التي تشترط أحيانا في اتفاقيات التدخل في السياسات الداخلية للدول. فهذه قضية تميز الصين بأنها
ليس هناك شروط بأي سياسية أو تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة تبني علاقات اقتصادية أو اتفاقيات تعاون بينها والصين، وهي نقطة أنا أعتقد مهمة. لذا نجد أن الدول التي لها اتفاقيات مع الصين هي تستمر وثابتة ولها مستقبل. دكتور أبو بكر، هل هذا الطرح الذي قاله دكتور محمود يحد من توسع الحلف طبعا الغربي بقيادة واشنطن، ومنه سيحد يعني تحرك فرنسا أيضا؟ الماضية رأينا تراجعا للدور الغربي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في مثلا دولة في قارة مثلا زي القارة الإفريقية. على أرض الواقع بالفعل هناك دخول صيني روسي حتى وتركي للقارة الإفريقية. العديد من الدول تحاول ملء الفراغ الذي تركته القوى الغربية في إفريقيا. يعني على مدى يمكن قرون لم تجني أفريقيا من التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي سوى الفقر ثم زيادة الفقر والاستعباد والتضخم وضعف البنية التحتية وغير ذلك. لم تفد الدول الغربية إفريقيا بأي شيء، إنما هي دخلت كدول استعمارية يعني إمبريالية تريد أن نهب يعني ثروات الأفارقة. يعني مثال بسيط، يعني فرنسا صاحبة أكبر احتياطات في الذهب في العالم وليس لديها منجم ذهب واحد، بينما دولة زي مالي هي يعني لديها العديد من المناجم الذهب وليس لديها احتياطي من الذهب للأسف. يعني ده مثال يعطيك أو يشرح كيف أن الدول الغربية دخلت إلى إفريقيا لنهب ثرواتها وفقط دونما النظر إلى الإنسان الإفريقي أو تنمية الإنسان الإفريقي. فلما رأى الأفارقة ما تأتي به الصين كما قلت على قاعدة الكل رابح، تريد يعني الإفادة والاستفادة من القارة الإفريقية ذات الموارد البشرية والطبيعية الهائلة، يعني مد الأفارقة أيديهم إلى الصين استبدالا يعني الفريق الغربي. الاتحاد الأوروبي يسير في نهج الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعني ضعفت تبادلاته أو علاقاته السياسية والاقتصادية حتى مع الدول العربية وليس مع الأفارقة فحسب، يعني مقابل تنامي العلاقات الصينية بشكل كبير جدا مع الدول العربية. وصل حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية لما يناهز 300 مليار دولار، وأعتقد أنه خلال السنوات المقبلة سوف يزداد هذا التبادل التجاري بين الصين والدول العربية. يعني القليل من الدول العربية هي الدول التي ليست لها علاقة مع الصين أو استثمارات صينية بينها. فأعتقد أنه في خريطة المستقبلية سوف يكون للصين دور أكبر في الدول العربية والدول الإفريقية، يعني على حساب يعني المعسكر الغربي وعلى رأس الولايات المتحدة وفرنسا. على أساس هذه الخريطة والنقاط التي ذكرتها سيد أبو بكر، دكتور محمود الصفدي، هل نحن أمام عالم متعدد الأقطاب يتشكل، أم أخذ أشواط في تشكل هذا العالم وفق ما تقول روسيا والصين؟ باعتقادي الحرب الأوكرانية أظهرت بأن العالم باتجاه تأسيس وبلورة العالم بأكثر من قطب واحد، كما حصل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية، بأن هناك كانت سيطرة لقطب واحد وهي أمريكا. قبل حتى الحرب الأوكرانية كانت هناك الصين التي تشكل كانت قطب وقوة اقتصادية هائلة ومنافسة لأمريكا. الآن روسيا في رفضها للأسباب التي أصلا كانت للحرب في أوكرانيا بتوسع الناتو، بأن هي فرضت نفسها كقوة إلى جانب الصين كقوة أخرى أو قطب منافس لأمريكا. باعتقادي أن المستقبل يحمل وحبلة يعني الأيام القادمة بتبلور أقطاب وليس قطب واحد مسيطر على العالم، وهذا القطب هو بالأساس ليس فقط عسكريا ولكن بالأساس هو
أساسه اقتصادي يعني. أساسه اقتصادي. يا سيد أبو بكر الديب، كيف سترد بكين على التحالف الغربي ضدها اقتصاديا وعسكريا ورجاء باختصار؟ طبعا الصين ترد على ذلك واقعيا، هي الصين لا تريد يعني سياسة الصين للمتابع هي لا تريد نزاعات كبرى أو اقتصادية عسكرية كبرى، وإنما تعمل في الصمت. هي بنت علاقات قوية مع دول العالم، هي تسير في خطى ثابتة لتصبح الاقتصاد الأول عالميا، تزيح الولايات المتحدة الأمريكية من عرش الاقتصاد العالمي. هي كما قلت تبني علاقات مع جميع دول العالم. لدينا زيارة قريبا للرئيس الأمريكي يبني خلالها، للرئيس الصيني عذرا، يبني خلالها علاقات مستقبلية مع الدول العربية. هي تعمل في صمت للتربع على عرش الاقتصاد العالمي. نشكرك جزيل الشكر الدكتور أبو بكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، كنت معنا مباشرة من القاهرة. الشكر موصول لك أيضا الدكتور محمود الصفدي، متخصص في الشؤون الأوروبية، كنت معنا من ألمانيا عبر سكايب. شكرا لكما ضيفي. مشاهدينا الأكارم، كان هذا موضوعنا لنهار اليوم، نلقاكم غدا بحول الله في عدد جديد وملفات أخرى من نبض العالم. إلى اللقاء.